ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمه. وصلنا للفقره الطبيه. طبعا هنبدا دايت في فصل الشتاء ولا الاحسن ابدا في فصل الصيف؟ السؤال ده بيعتبر من اشهر الاسئله اللي اغلب الناس اللي عايزه تخس بتساله لنفسها قبل ما تبدا اي دايت. لكن هل فعلا الفصل المناخي ده ليه علاقه بسرعه النزول في الوزن؟ طيب ولو ده صح فانهي فصل هو الافضل؟ الشتاء ولا الصيف؟ وايه النصايح علشان نخس بشكل صحي وخاصه بما اننا في فصل الصيف دلوقتي؟ كل ده واكتر هنعرفه النهارده في فقرتنا مع ضيفتي المشرفاني المنوراني في الاستوديو دكتور ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي دكتور ريهام. اهلا يا شيف عظيم. يعني الصيف ولا الشتاء بقى نعمل ايه؟ والله يا هيبتدوا دايت وخلاص. هي دي اهم حاجه ان هم ياخدوا القرار. يعني هو دايما في بلان. لا انا عايز اكشن بقى. طب ما انا يعني عايز ابتدي بقى. نعمل ايه في الصيف ونعمل ايه في الشتاء؟ عشان بجد احنا دلوقتي في الصيف وناس كتير مننا يعني بيسافروا مصايف والولاد خلاص داخلين على فصل دراسي يعني اجلا ام عاجلا، فاحنا ايه ناخد الصيف وناخد الشتاء؟ قولي لنا بقى. بصي هو فكره هو الحرق اكتر في الصيف ولا في الشتاء؟ هو الكتب والدراسات والحاجات دي بتقول الشتاء. الشتاء ليه؟ عشان الجسم بيبقى عايز طاقه اكتر عشان يرجع درجه حرارته للحراره الطبيعيه. كويس. تمام. يعني مع انخفاض درجه الحراره الجسم متعود على درجه حراره معينه فبيحرق اكتر. بس الاكتر ده مش هو ده اللي هيخسسني. ايوه يعني انا ما بقاش معتمد ان الشتاء بيجي، لان احنا لما هنيجي للشتاء هنلاقي مشكله الجوع بقى بتاع الشتاء والدنيا ساقعه فعايز اكل عشان اتدفى والكلام اللي احنا عارفينه ده. صح. الصيف المفروض ان الناس اصلا عشان الجو حر وكده قابليتهم للاكل نفسها بتقل. بتقل صح. بس الناس اللي بتروح مصيف بتبقى عايزه تاخد سناكس واغلب السناكس أو كلها أو حلويات حاجات فرايد بالظبط وحاجات فيها شجري وسويتس يعني. والكلام ده. فاحنا في كل فصل هنلاقي ان احنا عندنا مشكله. صح. بالظبط. فانا عشان اتغلب على المشكله. أيوة. دي لازم انا احل القصه دي مع نفسي. كويس. يعني لازم انا اخد قرار الاول ان انا عايز اعمل ده وابدا بقى، مش اللي هو لسه هبتدي من يوم السبت. طب الاسبوع الجاي اصل النهارده نفسي في حاجه فهاكلها. بالظبط. هو وانس ان انا بس خدت القرار ان انا هبتدي دلوقتي والتزمت شويه، مع الالتزام ده بدات اشوف نتائج، النتائج دي هي اللي هتحمسني ان انا افضل مكمل. لو انا مستني حاجه تحفزني او انا مستني حاجه عشان ابتدي او محتاج يعني مستني ابقى جاهز عمري ما هبتدي. يعني مفيش حد بيبقى جاهز على اي خطوه هو بيخش فيها. صحيح. فونس ان البني ادم يقرر انه انا عايز اعمل دايت يفكر معنا ابتدي على طول. ما تستنى، ابتدي من اول الوجبه اللي انت هتاكلها دلوقتي. صحيح. شكل بقى الدايت المتعارف عليه زمان هو اللي كان بيخلي الناس تكش شويه من ان هي تعمل دايت. دلوقتي الدنيا بقت احسن يا دكتور. بالظبط. اللي هو انا حاسس انه في حرمان. انا ما عنديش فرايتيز كتير، الاكل بتاع الدايت طعمه وحش. فاحنا على مدار السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا دول بدانا شويه نغير من فكر الناس او المايند سيت بتاعهم ناحيه الموضوع بتاع الدايت، والموضوع بقى لايف ستايل اكتر. اللي كويس. هو انا 80% محافظ على طريقه الاكل بتاعي، 20% ممكن لو نفسي في حاجه الحاجه دي غير صحيه ممكن اخدها بالكميه وعلى الفترات اللي ما تخليهاش تاثر عليا لا في شكل جسمي ولا وزني ولا حتى في صحتي. طيب ال 80% دول انا بمشي فيهم ازاي؟ انا باخد 3 عناصر رئيسيين: بروتينز، كربوهيدرات، ودهون صحيه. كويس. باخد 3 وجبات رئيسيين. في ناس بتبقى عايزه تاخد وجبتين بس، وفي ناس بتبقى عايزه تاخد 5 وجبات مثلا داخلهم 2 سناك. فكل واحد على حسب جسمه اللي يريحه، لان احنا هنسمع اقاويل كتير قوي في الموضوع ده. طب اخد وجبه واحده ولا اخد 3 ولا اخد 5؟ اللي ينفع معاك ومريح جسمك وحاسس ان انت بتخس عليه هو ده اللي مزبوط. هيبقى مناسب بالنسبه لك. اهم حاجه ان في الوجبات الرئيسيه الطبق بتاعي يبقى متقسم نص خضار ربعه بروتينز اللي هو اللحوم والاسماك والفراخ والحاجات دي والجبن والبيض ومنتجات الالبان، والربع الثاني كربوهيدرات او نشويات الرز والمكرونه والبطاطس والعيش والحاجات دي. اختياري من النشويات عامة لازم يكون اختيار صحي، يعني بروتين هو كده كده صحي، بس انا ببعد عن الطرق الغير صحية في عمل الاكل نفسه. يعني كويس. مش بعمل مقلي، مش بعمل بزيوت كتير. الصوصات مثلا بالظبط، الصوصات مثلا بحط بكمية قليلة. فانا عندي تمام، ما عنديش مشاكل في البروتين. كويس. المشكلة دايما بتكون في الكاربس او النشويات. دايما عشان هي من كمية قليلة فيها سعراتها كتير،
هي دايما اللي بترفع الانسولين عندي اللي هو هرمون تخزين الدهون في الجسم، فهي اي لخبطه فيها هي بتحفز الجسم اكتر ان هو يخزن دهون. فدايما اختياري لازم يكون من الحاجات الصحيه، يعني لو الاحسن ان انا بدل الرز الرز الابيض لرز بني او رز بسمتي مش في مقدرتي كمان. عادي ان انا استخدم الرز الابيض بس بكميات قليله، مكرونه بدلها بمكرونه قمح كامل او مكرونه شوفان. البطاطس ما فيش مشكله منها خالص، بس طبعا نبعد عن البطاطس المقليه، ممكن تبقى مشويه او مسلوقه، الحاجات البسيطه اللطيفه. استخدم بطاطا، شوفان، بقوليات، ما هو انا عندي نص الطبق خضار، فانا عندي في ثلاث وجبات رئيسيين انا بتكلم ان انا نص الطبق عندي خضار وربع بروتين وربع كارب، عشان برضو ما ايدش الناس بكميات معينه او ان هم يبقوا عايزين يعرفوا يحسبوا ده ازاي، لان كل واحد ليه سعرات معينه وكل واحد ليه كميات جوه السعرات، بس انا بديهم كسيرفنج عام او كميات عامه اللي هو شكل الطبق عامه يبقى عامل ازاي. شرب المياه مهم جدا في نزول الوزن بالذات في الصيف، لان احنا مع ارتفاع درجات الحراره بنفقد كميه كبيره. الديهايدريشن ممكن يخليني اخزن مياه في جسمي، يعني تخزين المياه ده بيبقى تحت الجلد غير اللي في الخلايا، فانا ببان ان انا منفخ. اوكي، دراعي منفخ ووشي منفخ وجسمي كله منفخ، عندي بطن بالذات البطن السفليه دي حتى لو خسيت خالص بيفضل شويه منها، شويه دول دايما بيبقوا ووتر ريتنش، فلازم اتخلص من ده لان ده برده على الميزان، ده وزن زياده. اوكي، العادات بتاعتي نومي يبقى مظبوط، احاول ان انا اعمل مجهود حتى لو مش قادر اروح الجيم او اتمرن، اعمل مجهود في البيت، انزل سلم، اعمل اي حاجه. وكمان احنا مع العادات اللي احنا بنتكلم فيها دي والنوم طبعا يكون مظبوط في الفتره بتاعه بالليل دي اهم حاجه. فانا كده اتكلمت على العادات وطريقه الاكل. في ناس دايما بتبقى محتاجه حاجه تحفز معايا شويه. أيوة. يعني حاضر انا هلتزم وكل حاجه، او ممكن الالتزام يكون صعب شويه في الاول، فانا عايزه اشوف نتائج اسرع وبعد كده اكمل الالتزام. عشان كده احنا هنتكلم على بيستا النهارده. بيستا هو منتج طبيعي امن مرخص ومصرح من وزاره الصحه، بيساعدني في ان انا لو باكل بكميه كبيره او بخزن دهون او اغلبيه اكلي مش مظبوطه او شهيتي على طول مفتوحه او الحرق عندي مش مظبوط، ان انا اتغلب على المشكله دي كلها. كويس. ازاي بقى؟ لان هو فيه ثلاث مكونات رئيسيه. اول حاجه فيهم هي الالياف. الالياف بتخش تاخد حيز كبير جوه معدتي، فبتقضي لي على المشكله بتاعه الاكل الكتير، الجوع الغير مبرر، الكريفنجز كتير اللي ممكن تحصل لي، او الناس اللي هي اصلا ما بتعرفش تتحكم في كميه السعرات بتاعتها او تقللها. Okay. وده مشكله كبيره قوي للزياده في الوزن، فهو بيحل لي المشكله دي، لانه بيستا كمان هو اول منتج فيه ثلاث انواع من الالياف، قشور السيليوم، رده القمح، والشوفان. بتدخل تاخد حيز كبير، فكفيله ان هي لما اخدها قبل الوجبه بتاعتي تحسسني ان انا اصلا مليان اليوم كله من باكت واحد بس انا باخده. حاجه كمان اللي موجوده فيها هو الكروميوم. كروميوم هو معدن مهم جدا في تظبيط حساسيه الانسولين وحرق النشويات، اللي هي اغلب برضو المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها منها، ان انا الخليه تحس عندي بالانسولين اعلى، انسوليني يبقى في اقل معدلاته، الحرق بتاع النشويات يبقى احسن، فاحتماليه تخزين الدهون كمان عندي تبقى اقل كتير. اخر حاجه موجوده فيه هو فيتامين سي، وفيتامين سي هنا في بيستا هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بظبط الانسولين عندي وبظبط حرق النشويات، بقفل الشهيه عندي وبتحكم في الكميات بتاعه الاكل وبقلل الكريفنجز، كل ده مع الاستمرار عليه بالتدريج انا هلاقي ان كل المشاكل اللي انا كنت بشتكي منها اللي مخوفاني ان انا ابتدي دايت او ان انا ابتدي الرحله بتاعه نزول الوزن بقت موجود بالظبط وبقت اسهل. يا دكتور طب ناخده بيبقى قبل الوجبه بقى؟ قبل الوجبه من تلت ساعه لنص ساعه. كويس. على كوبايه ميه بقلبه كويس جدا وبشرب قبل الوجبة. كويس قوي. دول على حسب الوجبات اللي بياخدوها في اليوم، على حسب الجرعة الموصي بها، على حسب الهدف بتاع كل شخص. أوكي. يعني انا لو التارجت بتاعي ان انا بخس، يبقى انا باخد من 2 لـ3 في اليوم. كويس. لو انا عندي سمنه لا انا باخد 3. كويس. لو انا اللي هو بحافظ شويه ممكن اخد مره واحده في اليوم عند اللزوم، بالظبط في عزومه، في فرح، في خروجه، في حاجات كده، ناخده حتى للحفاظ على وزننا. لا طبعا مش لازم اكون بخس بس طبعا. طب كويس جدا. طيب هنتكلم بقى على المشاكل اللي ساعات الواحد بيتعرض لها ويمكن بتظهر اكتر عندنا احنا. ان احنا بنلاقي مثلا فكره ان احنا ايه، تاثر الجسم، حاله خمول، تعب، ارهاق. على فكره
الحركه ده بيحصل كتير وبنبدا نستشعره قوي وقت الدايت. حتى طبعا. في ناس لما بتروح الجيم ترجع مجهده جدا بحقيقة. لو هي بتساعد بالجيم. الناس اللي ما بتروحش برضو بتحس بس احساس بيبقى قادر من غير تعب من غير ما بذل اعمل اي مجهود. بلس بقى ان شعرنا عايزين برضو ما يتقصفش وما يتاثرش وضوافرنا ما تقعدش بقى تتقصف ونحس ان احنا دبلنا كده زي ما بيقولوا. طب نعمل ايه بقى يا دكتور؟ طيب. يعني عشان نحل القصه دي ونبدا ايه مع ايه يعني قول لنا، لان في ناس كتير على فكره بتستنى لما ده يحصل ترجع تقول لك ده انا حصل لي كذا، فتاخد وقت طويل وتقول ايه انا هي متضايقه من طول الوقت ده. لا احنا عايزين وقايه احسن ما احنا بنتعالج. أوكي. يعني الناس اللي اوريدي حصل لها المشكله دي احنا هنساعدها بالكورس اللي موجود معانا، والناس اللي لسه ما حصل لهاش احنا بنقول لها ان هي لازم تبتدي دلوقتي في قلب مالتي فيت، عشان ده مالتي فيتامين. يعني انا لو مش التارجت بتاعي ان انا اخس يبقى انا ساعتها مش هاخد بيستا، هاخد قلب مالتي فيت بس. بس لو انا هخس يبقى الاحسن ان انا اخد بيستا واخد الب مالتي فيت. الب مالتي فيت بيعمل ايه؟ ده مكمل غذائي بيعوض لي النقص من العناصر والفيتامينات والمعادن اللي انا بحتاجها اللي انا مش باخدها في الاكل اللي بتعمل لي المشاكل اللي احنا بنبتدي نتكلم عليها. حلو، احنا هنتكلم عنه، بس طبعا قبل ما ننتقل لالب مالتي فيت هنطلع نشوف تقرير استاذ علي اللي خس على بيستا، نشوف كانت تجربته عامله ازاي ان هو سنه صغير. خلينا نشوف كده مع حضراتكم ونرجع نستكمل مع دكتور ريهام باقي حدثنا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. شفنا مع حضراتكم التقرير، وطبعا دكتور ريهام شفتي هو سنه صغير بس كان وزنه على الرغم انه مش باين على جسمه بالزبط. على فكره صح ولا ايه؟ الرجاله وزنها مش بيبان زي الستات عشان هم عندهم ماسل ماس او عضلات اعلى شويه، العضليه عندهم بالزبط. كبيره. طيب بس هو عرف يعني ينزل كويس، يعني انا ما عرفتش الفرق اللي بين الصورتين. طبعا شفت الصوره في الجيم. دكتور الناس اللي هم اصحاب الامراض المزمنه امن جدا بالنسبه لهم استخدام بيستا طبعا صح؟ سكر او ضغط او بيساعدهم كمان، يعني الناس اللي عندها كوليسترول الالياف بتساعدها في ان الليفل بتاع الكوليسترول الال دي ال ينزل. الناس اللي عندها سكر الكروميوم اللي موجود بيحسن لهم الحساسيه بتاعه الانسولين. الناس اللي عندها ضغط نفس الكلام برده، لان انا بشرب معاه ميه كتير فهو بيساعدني برده ان انا لو في اي هيفي ميتالز او الحاجات دي برده ان هي تقل، فما فيش اي تعارض خالص مع اي امراض ولا سن ولا اي حاجه خالص. طب الحمد لله. نرجع بقى نكمل على المالتي فيتامين الالب مالتي فيت. هيك قلت لنا بقى قول لنا يعني مكوناته واحنا المفروض ان احنا بناخده ليه المكمل الغذائي؟ انا باخده ليه؟ زي ما حضرتك قلتي كده احنا بنحس ان احنا دبلانين، ما عندناش اي طاقه، عندنا خمول، البنات بتبتدي تعاني من انه شعرها بيقع بكتير، ضوافرها بتتكسر، وشها بهتان، عينيها تحت عينيها محلق شويه. ده بيحصل نتيجه ان انا يا اما اكلي اصلا مش مظبوط وبفتقر لعناصر معينه لو انا اصلا مش بعمل دايت وده مش هدفي، يا اما لو انا بعمل دايت فانا بعمل دايت السعرات بتاعته بتبقى قليله شويه ما فيهوش شويه توازن. وحتى الدايت المتوازن انا بيبقى عندي نقص برضو من العناصر دي، فانا لازم اكمل ده. فانا بكمل ده بالمكمل الغذائي اللي هو مالتي فيتامين اللي هو الب مالتي فيت. والب مالتي فيت يعتبر من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده لان هو بيحتوي على اكتر من 13 مينرال وفيتامين واليمنت ليها دور في كل حاجه، في الطاقه بتاعتي وفي التركيز وفي الحرق وفي الموضوع بتاع الخمول ده ان انا ابقى نشيط اكتر، وفي شعري وفي عظمي وفي جلدي، كل الحاجات دي في المناعه كمان كويس. فانا عندي المجموعه بتاعه بي كومبلكس. بي كومبلكس مهم جدا عشان الاعصاب، الناس برضو اللي احنا قلنا ان هم بيتمرنوا دي حاجه مهمه
مهمه جدا ليهم طبعا، لان هو كمان بيحسن حساسيه الانسولين وبيحسن من حرق النشويات، فهتبقى مهمه جدا برده في المقاومه وفي مرض السكر. اعصاب ايديهم برده بالظبط، ما هي دي اهم حاجه عبيد. يعني انا الرعشه اللي بتحصل للناس ما بتبقاش عارفه ايه سببها، دايما بيبقى سببها المجموعه بتاعه فيتامين بي. عندي كمان فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم انتي اوكسيدنت اقويه جدا. فيتامين اي مهم جدا عشان صحه الدماغ بتاعتي وعشان الالاستيسيتي او المرونه بتاعت جلدي. في فيتامين سي اللي هو مهم عشان المناعه ومهم عشان تحفيز الكولاجين للبشره، ومهم كمان في الفات اوكسيديشن زي ما احنا قلنا بتركيز عالي 500 مللي جرام. عندي حاجات زي الكالسيوم والفوسفورس اللي هم مهمين جدا للعظم. عندي كمان الحديد والزنك مهمين جدا للمناعه، والزنك مهم جدا هو للشعر هو والحديد برضو. عندي كمان كوبر وعندي بايتين مهم جدا للشعر. عندي فوليك اسيد المهم جدا للحوامل. فانا باخد كبسوله واحده بس في اليوم بتغنيني عن فيتامينات كتير. انا ممكن اخدها منفصله وفي نفس الوقت التركيزات عاليه والمكونات كتيره، فتقدر ان هي تحل لي اي مشكله ممكن تكون عندي نتيجه الدايت اللي انا بعملها، او تحميني من ان انا اي مشكله من دي ممكن تحصل. كويس قوي. طيب ناخد اسئله المشاهدين بقى يا دكتور. يلا بينا. عندنا هدير علي بتقول انا عندي 36 سنه عاوزه اخس 15 كيلو لكن بس للاسف بنزل في الوزن ببطء شديد جدا. اوكي. طيب حد قال لي او كذا حد قال لها ان الحرق بيضعف بعد ال 30 دي حقيقه، هل الكلام ده صح؟ لا. بيقل؟ لا بصي، كل مرحله عمريه بيقل 50 سعر كل سنه تقريبا. اقول لك حاجه، عارفه ده بسبب ايه؟ بسبب العضلات. لكن انا لو ببني عضلات، انا لو بتمرن وعندي كتله عضليه، الكتله العضليه دي دايما في زياده، انا عمري ما هعاني من مشكله الحرق دي كلها. والله لأن يعني هي اللي مسؤوله بالظبط، لان هي اصلا العضلات هي اللي مسؤوله عن الحرق في جسمي. فانا عشان كده دايما احنا بنقول ايه، في مرحله العشرين الحرق بيبقى اعلى من الثلاثين من الاربعين، لان انا كل سنه في تقريبا 6% من النسبه بتاعه العضلات بتاعتي بتقل. فانا لو مش بقويها طبيعي ان انا الحرق بتاعي هيقل، يبقى الكيرف بس نازل. مش بسبب انه جسمي هو بيقلل الحرق بتاعه او أوكي. بسبب عمري، ما احنا بنشوف ناس ما شاء الله في الخمسينات والستينات وعندهم كويس. جسم كويس. فهو الموضوع معتمد على ان انا العضلات. فانا دايما بنصح بالتمارين بتاعه المقاومه عشان ما اخدش عامل السن ان هو حجه في الحرق بتاعي. تاني حاجه ان احنا بنبتدي نعمل برضو التحاليل اللي هي المهمه عشان الحرق، تحاليل الغده، تحاليل مقاومه الانسولين، تحاليل فيتامين دي، عشان نشوف انا عندي مشكله ولا لا. حاجه مهمه برضو ان انا اتاكد ان النظام الغذائي بتاعي ما بيقلش عن 1200 سعر مظبوط، وابتدي بقى ادخل بيستا في الروتين بتاعي عشان نشوف هيحفز الحرق معايا ازاي. كويس جدا. ناخد سؤال بقى معانا كمان. الاسم ايه معلش؟ انا مش شايفه الاسم، او يمكن هو ماشي. انا مش يعني لحد ما اتاكد بس منه. حد بيقول انا باخد بيستا بقالي دلوقتي شهرين خس 10 كيلو. اوكي. بس كنت عاوزه اسال لو وقفت بيستا ممكن ارجع ازيد تاني في الوزن ولا؟ السؤال ده مهم يا دكتور. ده بقى عشان بيستا مكوناته طبيعيه. انا مش عارفه اسمها ناديان، ارجو ان الاسم يكون صح، ناديان خليفه. اوكي. ده مش بيخلي اي حاجه تشتغل على جهاز عصبي عندي. فبمجرد ناديان خليفه. ناديان. اوكي. فبمجرد ما انا هوقفه انا عامل عجز في السعرات بتاعتي. لو باكل اكتر هزيد. كويس. بس ده مش بسبب ان انا وقفت بيستا. كويس. ده بسبب ان انا كميه الاكل بتاعتي ازيد من اللازم، فانا دخلت دهون اكتر. لكن انا وانس ان انا وقفت ووصلت للتارجت بتاعي ومش هعمل وانا اي حاجه خالص. بالظبط، لان هو كله منتجات مكونات طبيعيه زي ما احنا قلنا. فايه اللي هيخليه يرجع يزودني تاني طالما هو ما فيهوش كيميكالز؟ الحاجات اللي بتزود الحاجات اللي فيها كيميكالز، ودي احنا ما بننصحش بيها خالص. طيب احنا كده تقريبا الاسئله اللي معانا النهارده يعني من اسئله المشاهدين تمام جدا الحمد لله. وبشكر حضرتك طبعا على الاجابه عليها بجد، واحنا برضو في انتظار مزيد من اسئله حضراتكم. ليكم اي سؤال دكتور هيام الحقيقه بترد على طول، وان شاء الله من خلال كمان الفقرات او من خلال حلقاتنا باذن الله، وهتلاقوا ده على اليوتيوب تقدر ترجعوا لها في اي وقت. اسمحوا لي بقى اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور هيام العراقي اخصائي تغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا دكتور، دايما منوراني في البروجرام بجد، وميرسي انك بتتطرقي معانا لتفاصيل مهمه بجد، وممكن تكون غايبه عن ناس كتير بس بتحط
تحط لنا كده ايه الاضاءه عليها. واشكرك وبشكر طبعا اصدقائنا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه من حضراتكم. ميرسي، شكرا جزيلا، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم في حلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.